النهارده كان في لانه كان في مؤتمر في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه حوالين اطروحات الحكوميه، والصندوق السيادي النهارده كان ليهم ايضا كلام مهم في هذه الجلسه ايضا النقاشيه. تعالوا نتابع جانب من هذه الجلسه ثم فاصل وعود والضيفين الكريمين. برعاية خاصة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، انطلقت اليوم القمة المصرية لأسواق المال التي حملت عنوان قطار الطروحات ينطلق، والتي جمعت كل مكونات السوق وأطرافه المختلفة تحت سقف واحد لمناقشة أفكار مختارة بعناية بين قادة الأعمال الذين سيشاركون في فعاليات العام الحالي. احنا دولة طبعا مش غنية بالموارد النقدية، ولكن غنية بالأصول اللي الدولة بنتها على مدار عقود طويلة بداية من الخمسينات إلى يومنا هذا. فكان الهدف من الصندوق أن ينتقل إليه بعض الأصول المملوكة للدولة المستغلة غير استغلال الأمثل أو غير مستغلة بالكامل، والصندوق ده بالطريقة بشراكة مع القطاع الخاص سواء قطاع خاص مصري أو أجنبي يقوم بتطويرها، بضخ رؤوس الأموال، بضخ الإدارات الكفأة، بضخ تكنولوجيا جديدة إلى آخره. فأول هدف كان خلق قيمة مضافة من الأصول المملوكة للدولة. نمرة 2 كان الهدف إن احنا أخلق جسر للقطاع الخاص إن هو يشارك في الاستثمار المحلي، وهنا أنا ما بفرقش ما بين قطاع خاص مصري وقطاع خاص أجنبي، بل على العكس احنا دايما يمكن في الصحافة بنسمع كتير عن الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي. احنا في الصندوق أنا مهتم بالمستثمر المصري قبل ما أكون مهتم بالمستثمر الأجنبي، لأن بدون وجود مستثمر مصري ليه تجربة ناجحة لا يمكن أن يكون له وجود المستثمر الأجنبي. ثالث حاجة كنا محتاجين نحن نوجه جهودنا على القطاعات أو الصناعات الجديدة المهمة للاقتصاد المصري، مش النهاردة ولكن للمستقبل. فحاجات زي الهيدروجين الأخضر، تحلية مية البحر، التمويل المتناهي الصغر. رابع حاجة احنا صندوق مملوك للدولة وهدفه لازم يكون تنموي، فلما ببص على الاستثمار فبص على الجانب التنموي لهذا الاستثمار. بالنسبة للطروحات احنا زي ما قلنا ان هو الطروحات الحكومية اعتقد ان هي قائمة وموجودة، هو البرنامج واضح من قبل دولة رئيس الوزراء. احنا تحدينا الاساسي في البورصة وده يمكن احنا مركزين عليه اكتر هو القطاع الخاص، وهو اقناع القطاع الخاص ان هو يدرج اسهمه في البورصة المصرية عشان نوفر سيولة ومنتجات وادارات جيدة، يعني بحوكمة جيدة للمستثمرين ان هم يقدروا يتحركوا بها. لان طلع خلال الاسبوع اللي فات كثير من الشائعات حوالين اليوم الاثنين الماضي لما شاهدنا وقوع السيستم لمدة ساعة ونص او ساعتين، فكثير من الشائعات طلعت مع كل التطمينات اللي طلعنا قلناها واتكلمنا فيها. دايما كان لازم ان احنا نطلع نقول لا، البورصه المصريه بخير، انظمتها قويه، انظمتها موجوده، قائمه، ستيبل، بنتداول بشكل طبيعي وقوي، السيوله اللي موجوده في السوق المصري سيوله جيده جدا تضمن لاي عمليه طرح ان هو يتم تغطيتها بشكل جيد. فالحمد لله بنطمن مستثمرينا انه السوق باذن الله جيد. تناقش ادوات ماليه جديده بعضها العميل هو اجهزه الدوله والهيئات. اللي بنقوله انه لا يكفي ان تعتمد الهيئات والمشروعات العامة على التمويل من الخزانة العامة او الاقتراض التقليدي من البنوك، انما لدينا ادوات مالية زي السندات وزي التوريق وزي التخصيم، كلها ممكن ان تساهم في تمويل مشروعات لها جدوى تجارية تنفذ زي الطرق وزي الانفاق وزي ارصفة المواني وزي محطات تحلية المية. دي كلها لا يقتصر الاعتماد فيها على الخزانة العامة، واحنا عارفين انه طبعا الخزانة العامة بنستهدف تخفيض العجز اللي فيها، انما ايضا اللجوء للسوق بيتيح حاجتين: واحدة انك بتخفف العبء على الخزانة العامة، اتنين انك بتزيد من نشاط سوق المال وتنويع الأدوات المتاحة فيه. بحثت القمة هذا العام موضوعات عدة على رأسها أشكال التمويل المختلفة وفرص النمو المنتظرة والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية ودور رجال الأعمال وآراؤهم في برنامج الطروحات. برنامج الطروحات هيخلي بعض أو كتير أو جزء من شركات القطاع العام تبقى قطاع خاص. القطاع الخاص ده او الاستثمار الخاص ده هيخلي الشركات دي تشتغل بشكل افضل، وهتخلق منها سوق تنافسي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ده هيعود على المواطن،
يعني المواطن المصري دلوقتي لما يكون فيه اكتر من مجال، اكتر من شركة بتصنع نفس المنتج او بتدعم نفس الفكرة، هيبقى فيه بالنسبة للمواطن في مجال للتنافس ان هو يقدر يلاقي السلعة دي في مكان واثنين وثلاثة افضل في الاسعار. بالنسبة للشركات هي بس اللي انا بتكلم فيه ان طريقة الطرح بتاعها، قيمة الشركات نفسها اللي هتطرح، المفروض ان هم يقدروا يعملوا ليها دعاية تبقى على 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 وزن الشركة، على قدر قيمتها. احنا الفكرة من ان احنا بنطرح الشركات دي او برنامج الاطروحات دي ان احنا بنحاول ان احنا نوفر عملة صعبة في الظروف اللي البلد فيها. احنا لو قدرنا ان احنا نعمل دعاية جدية تليق بالشركات اللي احنا هنطرحها، هنقدر نجذب من خلال الكلام ده مستثمر اجنبي كويس يقدر يجي يضخ عملة دولارية في البلد، وهنقدر كمان ان احنا نجذب مستثمر مصري يقدر يضخ برضو عملة مصرية في البلد. احنا لو عملنا فعلا دعاية تليق بالشركات اللي هتطرح، اعتقد ان ده هيساهم في جزء كبير جدا جدا من حل الازمة الاقتصادية والازمة الدولارية اللي احنا عايشينها دلوقتي. المؤتمر عامة بيطرح كل الافكار وكل المقترحات اللي موجودة، وده بيحرك في نفس الوقت الافكار الموجودة في كل الشركات، بل بالعكس بيكون عامل مهم جدا 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 بالنسبة لنا ان احنا بنلتقي وفي تعاون بيتم ما بين الأطراف المختلفة. فده أنا بعتبره أن المؤتمرات اللي زي دي بتطرح أفكار، وفي نفس الوقت احنا بنتناول الأفكار دي، وبتطرح في نفس الوقت تعاون ما بين الجهات وبعضيها، وبنقدر من خلالها ان احنا نطلع بأفكار جديدة، ونقدر ان احنا يكون السوق في حالة افضل من الحالة اللي موجود فيها دلوقتي. يمثل برنامج الطروحات الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقت عقب المؤتمر الاقتصادي في اكتوبر الماضي كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي. محمد أبو شنب، برنامج على مسؤوليتي.